بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الأولى للصف الثالث الثانوي هنجاوبها من الكتاب اللي معانا، والكلام ده السنة دي 2020. طبعا انتوا عارفين ان ممنوع ننزل الصور الكتاب على القناة التانية علشان هم مبلغين عنها وعاملين بلاغات ان ممنوع تنزل صور الكتب، علشان كده عملنا القناة دي علشان ننزل عليها الكتب، وطبعا هيوقفوها، فعشان ما يوقفوهاش هنضطر ان احنا ندفع لها حاجة. فعشان كده احنا هنشرح الوحدات كلها بنفس الطريقة، وهنخلي مثلا الناس ممكن تدفع اشتراك شهري، اشتراك ممكن سنوي او ترم، يعني كده ممكن الترم يبقى 150 جنيه لتسع وحدات الاولانيين، والترم التاني نفس الكلام ان شاء الله، وشاملة المراجعات معاهم. تمام؟ طيب هنبدأ على طول. اول حاجة attachment اللي هي ملحق او مرفق، طبعا الوحدة الاولى دي اللي هتكون مجاني معاكم. attachment ملحق او مرفق، ملحق او مرفق attachment. تمام؟ الفعل منها attach اللي هي يلحق او يرفق. لما انت تبعت لصاحبك رسالة ومعاها صورة، يبقى الصورة دي اسمها attachment، مرفق بالايميل. دايما تيجي مع كلمة ايميل، يعني دايما نلاقيها في الامتحان مع كلمة ايميل زي كده. الراجل بيقول I sent an email with two، بعت ايميل مع اتنين ايه بقى، كانوا صور لاصحابي، يبقى attachments. average يعني معدل او متوسط. اقول مثلا انا عايز شباب معدل عمرهم كذا، او مجموع الثانويه معدله كذا، او الكليه دي معدلها كذا، او معدل الناجحين كذا، او معدل الرواد كده، يعني تمام، معدل او متوسط. بتيجي في الامتحان بالشكل ده، قول نقط على المعدل على المتوسط، ومن النساء يعيشون اكثر من الرجال بخمس او سبع سنين. كلمة believer يعني مؤمن، مؤمن تاخد بعدها حرف الجر in، believer in، مؤمن بي، مؤمن في كده يعني. تمام؟ الفعل منها believe اللي هي يؤمن او يصدق، والاسم believe معتقد او اعتقاد. تمام؟ طيب لما نيجي نعمل مثال على believer دي هنقول I am a great believer، انا مؤمن بشدة، مؤمن بعظمة، مؤمن بقوة. in قلنا بعدها حرف الجر in، healthy eating في الطعام الصحي والexercise. طب ليه ما خدناش الفعل بيليف؟ ما هو لو هناخد الفعل بيليف ده عشان نبقى عارفين الفرق بين كل واحده واختها. ناخد بيليف دي لما الاقي قبلها فاعل، لكن انا عندي اي فاعل وعندي ام فاعل. تمام؟ طب ليه ما خدناش بيليف دي؟ بيليف ده الاسم، عايز قبل منه هاز او هاب علشان اقول فلان عنده معتقد كذا. تمام؟ فعشان كده خدت ايه بليفر على اسم، اعتبرتها بعد الصفه. طيب بيليف بقى لما اجي اشوف المثال الثاني، ماي ماذر، ماما has a، لديها عندها a belief، معتقد ان الاطفال بيتعلموا افضل بممارسة الالعاب. فعشان كده هنا لقينا هذا، عشان كده استخدمنا الاسم نفسه. تمام؟ طيب الكلمة اللي بعد كده collection اللي هي مجموعة، والفعل منها تحتها على طول collect اللي هو يجمع، طبعا يجمع بقى قصص، يجمع اي حاجة طبعا. تمام؟ فعشان كده المثال my parents والدي give me، ادوني a collection، مجموعة من المودرن شورت ستوريز، من القصص القصيرة الحديثة، علشان يقراها يعني في عيد ميلاده. فبتيجي كده بالشكل ده، دايما تيجي مع شورت ستوريز. confused يعني مرتبك، تيجي مع الاشخاص. اقول مثلا ايه I am confused، انا مرتبك. تمام؟ او I was confused when I shake hands with her، انا كنت مرتبك لما سلمت عليها بايدي. تمام؟ طيب ممكن بقى اقول لواحد ايه، خش كده اسال المدير، يقول له لا يا عم، اصل اول ما اقف مع المدير جوه، اول ما اقف مع المدير جوه يعني بحس ان الموقف confusing، الموقف مربك. تمام؟ طيب روح شوف ضربه الجزاء، لا لا لا، ضربه الجزاء ده الموقف confusing، مربك كده يعني. تمام؟ كاستوم بقى يعني عاده، وطبعا ممكن احط لها اي ار واقول كاستمر اللي هو زبون، ممكن احط لها اس واقول كاستومز اللي هي الجمارك. خد بالك بقى ان كلمه كاستوم عاده، بس عاده ايه؟ عاده مجتمع. يعني اقول مثلا ان فيستيفالز في الاعياد بيبول او زير كاستوم، عادتهم تو وير نيو كلوز، ان هم بيلبسوا ملابس جديده. لكن في كلمه اسمها هابت، هابت دي عاده شخص، عاده شخص. تمام؟ يبقى فرقنا بين عاده الشخص وعاده المجتمع. مثال على كاستوم بيقول لي ان ماي grandfather's village في قريه جدي، زي ويل فولو، بيتبعوا زي ستيل، ما زالوا ان هم يتتبعون نفس النقط التقليدي، ان هم العيال الصغيره لما يبقى عندهم عيال صغير يعني، طبعا اكيد الايه الكاستومز. تمام؟ طيب
بعدين كلمه ديسابل طبعا انت عارف ان ايبل يعني قادر على، ديسابل غير قادر او عاجز، اخد الصفه بقى ايبل ده قادر وديسابل ده غير قادر او عاجز او معاق، تمام؟ وتيجي في الامتحان بالشكل ده. طبعا المعاق اللي هو الشخص اللي ايه اللي مش قادر يحرك جزء عنده في ايده او في رجله او في جسمه. عالس كازن ابن عم علي از نقط اند كانوت ووك، مش قادر يمشي، يبقى الراجل ده ماله؟ ديسابل معاق. ديسابلتي الاسم نفسه الاعاقه او العجز، تمام؟ بيقول على الرغم من ان نوال عندها نقط لكن هي في الرياضه كويسه، جود ات سبورتس. طبعا قلنا احنا هاز يبقى معاه الاسم على طول، يبقى ديسابلتي. ديستريكت يعني منطقه او حي، منطقه او حي سكني، تمام؟ طيب اقول يحيى حقي كيم فروم، اتى من ابور ديستريكت، منطقه فقيره في كايو. طبعا عندي كلمتين تانيين يساووا كلمه ديستريكت دي، كلمه اريا منطقه، وكلمه ريجن منطقه برضو. بس انا لما اجي اعرف الديستريكت دي اصلا اقول هي اريا منطقه من مكان. يعني مثلا عايز اقول منطقه السيده زينب، اقول السيده زينب دي منطقه في الجيزه، تمام؟ يبقى الجيزه منطقه اكبر يعني، تمام؟ دي حي سكني في المنطقه، تمام؟ طيب الكلمه الثالثه اللي هي ريجن بقى، اللي هي اول واحده هنا دي اهي، تمام؟ طبعا دي منطقه كبيره بقى، يقول لي لارج اريا، منطقه كبيره من الارض. لذلك بقول ايه؟ منطقه الخليج اللي هي شامله مش عارف السعوديه والكويت والامارات مش عارف كده، يعني منطقه كبيره، تمام؟ استبلش بقى اللي هو الفعل يرسخ او يؤسس او يوطد قدمه، انك انت مثلا تاسس انك تعمل موقف معين الناس تحترمك بيه، يعني انك انت ترسخ قدمك في حاجه معينه. علشان يحيى حقي كتب كتاب رسخ قدمه بيه يعني. فطبعا جايب لي مثال ويقول لي بقى ايه، بيقول لي طبعا الاسم منها تحتها على طول استبلشمنت، تاسيس او مؤسسه او ترسيخ او توطيد. فعشان كده بيقول لي ايه، بيقول لي ذا نقط اوف ذا تشاريتي مش عارف ايه بتاع الجمعيه الخيريه ده ووز تشيفلي تو اسيست اورفانز، اساسا كان معمول علشان يساعد يبقى ايه بقى استبلشمنت، تاسيس الجمعيه عشان تساعد الاورفانز الايتام، تمام؟ طيب جايب استبلشد دي مؤسس او مرسخ، يكون قبلها ام واز وار. استبلش ده الفعل نفسه، يكون قبليه فاعل، تمام؟ طب الاسم ما قبلوش هذا المره دي، لا ما هو بدا بيه، فقال التاسيس ده هو كذا، الترسيخ هو كذا، تمام؟ طيب بعدين كلمه انسست اللي هي يصر على، تاخد بعدها حرف الجر اون وبعد اون فيرب اي ان جي، انسست اون فيرب اي ان جي، تمام؟ تساوي بيرسيست دي برضو اللي هي يصر على، بس ايه احنا لنا اللي ياخد اون والفيرب اي ان جي. فطبعا بيقول لي واي دو يو انسست اون، ليه انت مصر على انك ليفنج تسيب الديرتي كلوز الملابس الديرتي بتاعتك اول اوفر ذا فلور في كل حته في الاوضه، تمام؟ جزء من الكلمات كمان كلمه قانون او محامي، لو اللي هي القانون واللاير اللي هو المحامي. المحامي ده شغلته speak for people in court، يا يدافع او يتحكم او يتكلم عن الناس في المحكمه. يحيى حقس فيرست جوب اول وظيفه ليه كان lawyer، المحامي، تمام؟ ميد داي اللي هي منتصف النهار، الوقت اللي بتبقى فيه الشمس سخنه خالص يعني، طبعا وميد نايت اللي هو منتصف الليل، وميد يير اللي هو منتصف السنه. فبيقول لي ذا سان از ات سترونجست، ات اقوى وقت للشمس فيه طبعا الميد داي. اول فاشوند اللي هو موضه قديمه. فبيقول لي بقى الايرلي بلاك اند وايت فوتوز، الصور الابيض والاسود والافلام الابيض والاسود الحاجات دي كلها تعتبر ايه؟ اول فاشوند، اول فاشون موضة قديمة. فشلبل تحتها على طول اللي هو على الموضة، العكس بقى على الموضة او انيق او بيلبس على الموضة. My sister loves clothes، اخته بتحب الملابس. And buys very، وبتشتري نقط dresses، بتشتري ملابس ايه؟ طبعا مش دي الاجابة، الاجابة نمبر سي fashionable dresses. طبعا هنا بتشتري fashionable dresses، فساتين على الموضة، تمام؟ طيب لو مفيش كلمة دريسز دي ما جاش الاسم يعني، كنت خدت الظرف، بتشتري فاشنبلي تبقى على الموضة برضو لو مش موجودة كلمة دريسز، تمام؟ كلمة فاشن بقى اللي هي الموضة نفسها. بايونيرز اللي هم جمع كلمة بايونير اللي هو الرائد في المجال بتاعه المعين.
يعني انت عندك مهندس شاطر قوي نقول ده رائد في الهندسه، عندنا دكتور كويس قوي رائد في الطب وكده يعني. فبنقول دكتور زويل، دكتور زويل از مور ذان جاست ا نوبل برايز وينر، مش بس فائز بجائزه نوبل، لا ده الراجل ده هي از ا بايونير، رائد في الكيمستري في الكيمياء. تمام، بايونيرنج اللي هي ايه؟ ريادي، اللي فلان ده يلعب دور ريادي في الحياه كده يعني. نبويه موسى بليده لعبت بايونيرنج رول، دور ريادي في ايجوكيشن ويمن او ويمن ايجوكيشن، تعليم المراه. بويتري الكلمه اللي بنشتق منها حاجات كتيره، ناخد بويت شاعر، وبناخد بويم قصيده، وبناخد poetry اللي هو الشعر نفسه، وبناخد كلمة اسمها prose اللي هو النثر. النثر عارفين طبعا في الأدب انتوا الفرق بين الشعر والنثر. My friend صاحبي won a prize، فاز بجائزة in a لقط competition، في مسابقة شعر، في مسابقة قصيدة، في مسابقة poetic يعني شعري، بس يجي بعدها بيت شعري، قصيدة شعرية، ها انما هنا بقى عايز ايه؟ poetry، مسابقة للشعر، مسابقة للشعر. تمام، competition يبقى poetry competition، مسابقة للشعر. بعدين كلمة poetry خلاص، poem poet شرحناهم خلاص. publisher اللي هو الناشر، الفعل بس publish ينشر، publish الحاجة دي منشورة، و publishment النشر نفسه. فطبعا هنا الناشر، الشخص الناشر بيقول لي the author the books، ال author the books الكتب بتاعت الرجل المؤلف very successful، ناجحة خالص. so I think that he will easily find، اعتقد ان هو ببساطة خالص هيلاقي ايه؟ هيلاقي publisher، مين يتمنى ينشر له؟ ده الكتب بتاعته هتكسر الدنيا كده يعني. روتين اللي هو النظام المعتاد، انت بتصحى الصبح بتروح الدرس، بعدين بتذاكر، بعدين بتنام، بعدين بتصلي، الروتين اليومي بتاعك. my daily نقط begins بيبدا when my alarm clock goes off، لما المنبه ايه بيدق الساعه 6:30، يبقى انا كده ابدا الايه؟ ابدا الروتين بتاعي، الروتين اليومي بتاعي. تمام، عشان كده الراجل قال my daily روتين. بعدين routinely بطريقة منتظمة أو بنمطية. منا نقط it checks here work، اللي يسبق الفعل معروف الظرف اللي هو آخره اللي why. طب ما جايب كذا واحدة اهي، ما بيقول لي which is why she does so well، عشان كده بتأدي كويس. يبقى نادرا ما بتعمل ما بتفتش على الواجب يعني، ودي صدم يعني نادرا برضو، وبطريقة سيئة، كلهم يعطوا معاني سلبية ما عدا روتيلي اللي هي بطريقة إيجابية. secretary طبعا كلمة عادية سكرتيرة. style اللي هو الأسلوب، الراجل بيقول لي I really enjoyed، أنا حقا استمتعت this book، بالكتاب ده. It's written in a very simple، اتكتب بسيمبل ايه؟ simple style، بأسلوب بسيط، اتكتب بأسلوب بسيط. بعدين كلمات باقي الصفحة بتاعتنا. adventure اللي هي المغامرة. article مقال بيتكتب في جورنال، في مجلة، في جريدة. break فعل بمعنى يكسر، وتنفع راحة وتنفع فسحة. فطبعا جايب عليها جملة وبيقول الدكتورز الدكاترة والنيرسز والممرضات worked بيشتغلوا 18 ساعة without بدون، طبعا بدون راحة، بدون break. بعدين check اللي هي يتأكد او يفحص، اللي تسوي examine برضو. competition اللي هي المنافسة او المسابقة، الراجل بيقول my friend and I، انا وصاحبي are going to enter، هندخل في athletics competition، هندخل في مسابقة رياضية. we all hope، كلنا بنتمنى بقى to win، ان احنا نفوز بيها. compete ده الفعل نفسه اللي هو الفعل ينافس، compete هنلاقي جملة في التست على compete دي. كومبيتيتيف تنافسي، تنافسي يعني ايه؟ الراجل اللي هو ايه دايما بيحب دايما المنافسه وكده. فعشان كده بيقول لي فهمي جوت هيز، حصل على بيرسوناليتي، حصل على شخصيته الكذا دي من ابوه. هو واز انذر جريت اللي هو كان ايه؟ كان شخص عظيم في كذا يعني. فعشان كده الكومبيتيتيف بيرسوناليتي، شخصيه تنافسيه. فيكسد ثابت بتيجي مع روتين، فلان عنده روتين ثابت بيعمل كذا وكذا. فورم مش فورم هنا يكون او يشكل طبعا، وهيديك يعني صداع. جزئيه تانية من الكلمات كارير اللي هي مهنه حياه عمليه، مهنه حياه عموما، وطبعا غيرها غير جوب
وغير بروفيشنلي، في كذا كلمة مفرقين بينهم جاي الكلام عليهم. كالتشر يعني ثقافة، ثقافة يكون قبلها مثلا اسم، ده الاسم نفسه يعني، لكن كالتشرال ثقافي اللي يجي بعدها كلمة كالتشر، سيتويشن كالتشر مثلا تمبل كده يعني ثقافي. ديفولوب يعني يطور او ينمي، اسم منها ديفولوبمنت، ديفولوبمنت يعني تنمية او تطوير. لو انتوا فاتحين الكتاب هتلاقوا الجملة رقم 55 بيقول لي ذا نقط اوف فاكسينز، عايز يتكلم على تطوير، تطوير الامصال علشان يمنع الامراض، بتساعد ان هي تنقذ ارواح كتيرة من الناس. تمام. بعدين دبلومات اللي هو الشخص الدبلوماسي، جملة رقم 73 برضو بيقول لي هو البيرسون هو ريبريزنتس اللي بيمثل الكونتري بتاعه اول اوفر ذا وورلد، في جميع انحاء العالم، هو الشخص الدبلوماسي. earthquake اللي هو الزلزال اللي هو عبارة عن شيك، هزة، in the land في الأرض طبعا. experiences تجارب أو خبرات، في فرق بينها وبين experiments التجارب بتاعت المعمل، دي خبرات الحياة. الجملة بتاعتها رقم 37، الجملة بتقول لو انتوا فاتحين الكتاب معايا صفحة 21، he wrote a book، كتب كتاب عن نقط he got اللي حصل عليها بقى أثناء رحلته في أفريقيا، عن خبراته اللي حصل عليها. experienced شخص هنا بقى ذو خبرة. graduate يعني يتخرج أو خريج، وباخد ثلاث حروف جر منها، ممكن أقول graduate in وأجيب بعديها مثلا المادة العلمية نفسها. graduate in law تخرج في القانون، in medicine في الطب، in rights في الحقوق، كده يعني. تمام. طيب graduate from وأجيب اسم الجامعة بقى أو المكان، from عين شمس يونيفرستي، from كايرو يونيفرستي، جامعة القاهرة كده يعني. يا إما أقول graduate of، وفي الحالة دي يبقى معناها خريج، خريج مش فعل بقى، ما يكونش قبلها فاعل، فلان يكون، يكون قبلها verb to be لما يجي بعدها of. تمام. graduation ده التخرج، الاسم بقى interested مهتم، وبتاخد حرف الجر إن بعدها، أنتوا عارفين interest يعني اهتمام، I have interest عندي اهتمام في كذا. الأدب بعد كده اللي هو يشمل الايه، يشمل القصيدة والشعر وكل الحاجات دي كلها عنوانها من فوق الأدب. literature نطقها غريب شوية، بياخد دي شوا عشان يديها شا، literature يعني نطقها غريب شوية. عاوز انت تقول بقى literature عشان تعرف تكتبها ماشي، لكن النطق الصحيح literature. تمام. طيب respected يبقى دي كانت الادب عموما، وجايب عليها الجمله رقم 39 اللي هو بيقول فيها اختي بتدرس جيرمان لانجوج لغه المانيه اند نقط ات يونيفرستي، يبقى لغه المانيه وايه، وهناخد في الاختيار الليتشر اللي هي الادب. تمام. respected بقى يعني محترم، وفرقنا بين respected محترم واجيب بعدها شخص respected teacher مدرس محترم، او respected woman امراه محترمه. في بقى respected respectable يجي بعدها حاجة بقى، فلان ده جاي من respectable family من أسرة ايه محترمة، respectable country من بلد محترم، فهمتوا بقى؟ يبقى respectable يجي بعدها حاجة كبيرة يعني مش شخص بقى. تمام. التالتة بتاعتها respectful، respectful ده الاحترام نفسه، ان لازم الاطفال يظهروا شو، يبينوا respectful to the elder، يبينوا الاحترام للكبار. تمام. يكونوا محترمين معاهم يعني، فريسبكتفول معناها يظهر الاحترام. سوسايتي، سوسايتي طبعا يعني مجتمع، المجتمع ككل اللي احنا عايشين فيه، وجايب هو الجمله رقم 41 في الجمله رقم في الصفحه رقم 22، ذا نوفلز الروايات بتاعت نجيب محفوظ ريفليكت تنعكس، تنعكس على قيم النقط المصري، طبعا تنعكس على الايجيبشن سوسايتي المجتمع المصري. في كلمه اسمها كوميونيتي برضو مجتمع، بس ده مجتمع صغير يعني على قد ايه، ناس معينين بيلبسوا ملابس معينه. support فعل طبعا بمعنى يدعم او يساند. هنا بقى لما يجيب الفوكاس اون فوكابري، التركيز على الكلمات، فبيعرفها لي يعني، فاتاتشمنت قال لي حاجه انت بترفقها او تبعتها في الايميل يعني زي ما احنا شرحناها. الافريج ده الكميه بقى بتاع انت بتضيفها على حاجه معينه مع بعض وبعدين تقسموها مع بعض، نمبر كميه، عدد من الكميات يعني. بوليفر الشخص اللي هو بيعتقد في حاجه وبيصدق في فكره معينه وبيؤمن بها قوي يعني. كولكشن مجموعه من الاشياء المتشابهه اللي انت بتعمل تحطها مع بعض. confused مش قادر انك انت تفهم الحاجة بوضوح، فانت مرتبط مش قادر تفهم. custom بقى something people الناس ايه الناس بتعمله علشان هو traditional يعني حاجة تقليدية او حاجة من الماضي. تمام.
دي كانت صفحة 10. صفحة بعد كده صفحة 11 بيقول لي disabled اللي هي طبعا شخص معاق. كبر احنا عشان نشوف براحتنا. طبعا اللي هو unable to use مش قادر يستخدم جزء من الجسم يعني. بعدين district اللي هي منطقة او حي او area في activity نشاط معين. establish اللي هو يوطد قدمه او يرسخ انك انت give someone respected position respected موضع محترم يعني في المجتمع. انت اديت الشخص ده كده يعني. insist يصر اللي هي demand يطلب بقى حاجة ايه ينبغي ان تفعل. law اللي هي القانون السيستم بتاع القواعد اللي هي تحكم بها البلد والناس كلها لازم obey تطيعه. ميد دي منتصف النهار بقى الساعة 12 كده بالظبط يعني. old fashioned اللي هو حد ايه حد مش حديث مش على الموضة يعني. بايونير شخص بقى من اول واحد يعمل الحاجه دي يعني ويطورها. بويتري بويمز القصائد عموما. الببلشر الناشر الشخص بقى او الشركه او منتجات الشركه او الكتب والمجلات اللي هي بتخليها متاحه في وقت معين. الروتين الطريقه العاديه بتاعتك اللي بتعمل بيها كل يوم. السكرتري الشخص اللي وظيفته ان هو يكتب خطابات ويرتب اجتماعات ويرد على التلفونات كده في ويبعت ايميلات. هنا بقى الستايل طريقة الكتابة نفسها بقى او الايه او الحاجة الفكرة المعينة بتاعت شخص معين اللي بيشتغل بيها. هنا بقى جايب شوية of phrases expression idioms شوية تعبيرات يعني وشوية مصطلحات بتحفظ زي ما هما. ممكن تستخدمهم مثلا في البراجراف ممكن برضو في التشوز. as far as I am concerned معناها بقدر ما انا مهتم بكذا او من وجهة نظري كذا. ask for opinion يطلب الرأي عاوز يقول لي كلمة ask for يطلب كذا تيجي مع الopinion. at the same time في نفس الوقت. be made into film الكتب والقصص بتاع طه حسين دي مهمة دي اتعملت فيلم تمام. طيب thought as يحيى حق يعتقد ان هو مؤسس كذا هو مش عارف كده يعني تمام. create أو develop يبتكر ستايل اسلوب جديد. establish him as رسخته القصة دي رسخته أو حققت له مكانة. give experience عايز يعرفني experience تاخد قبلها give دي قلناها اكسبيرت اون دي قديمة فول اوف قديمة. give to يعطي إلى أو يوزع يعني تدي معنى يوزع. graduate from قلناها بقى اللي هي المكان. أما graduate in المادة العلمية بقى نفسها تمام. happy with سعيد interested in مهتم بيه. give me headache دي مهمة خالص بقى سببت لي صداع. فهو بيقول الكمبيوتر الست بتسأله ليه ما بتستخدمش الكمبيوتر الله والله الكمبيوتر ده بيعمل لي ايه صداع. جورنج يتعطل have fixed routine الراجل عنده روتين ثابت يصحى الصبح يعمل كذا مش عارف ايه. طيب old fashion موضة قديمة. وانا برايز يفوز بجائزة. work for publisher speak to يتحدث إلى succeed in كل ده ايه حاجات قديمة translate into سهلين يعني تمام. ميك ودو دول بنحفظهم دايما بناخد ميك مع الحاجة اللي تعتمد على العقل وبناخد دو مع الحاجة اللي تعتمد على الجسم. فمثلا ميك نويز بيعمل دوشة. ميك سبيتش يلقي خطاب. ميك مستيك يرتكب خطأ. هتلاقوا عليهم اسئلة كتيرة يعني الجملة رقم 15 جاية على ميك مستيك كده يعني. ميك ديفرنس يحدث فرق. ميك ماني يجمع فلوس. ميك تشويز اختيار. سجستشن تيبل ترابيزة ارانجمنت ترتيبات بارتس اجزاء يعني ديسيجن بروفيت زي ما انتوا خدتوهم في تانية ثانوي بالظبط تمام. اما دو بقى اللي هي تعتمد على القوة يعني والجسم. دو هوم وورك يعمل واجب. دو سيرف يعمل احصائية. اوبريشن عملية جراحية. سيرجري جراحة عموما. ورك عموما بروجكت مشروع. كلين وش اي حاجة في المطبخ. دو ويل يؤدي جيدا. دو ا بروجكت. دو ريسيرش بحث. الشوبينج الكوكينج فيفر اكسبيرمنت كده يعني تمام. طيب هنا بقى مفرق لي بين حاجات معينه. طبعا دول احنا شرحناهم قلنا ان كاستوم عاده تخص مجتمع عموما تمام. لما اضيف لها اس كاستومز كده تبقى معناها الجمرك زي ما احنا اتفقنا. هنا كاستومر اللي هو الزبون او الزبائن في اي مكان في اي محل. بعدين هنا جاب لي كلمه شبهها يعني اللي هي كاستيومز. الكاستيوم ده زي للملابس يرتديها الناس اللي بتأدي العرض اللي بيمثلوا مثلا في مسرحيه معينه مصريه فرعونيه ولا مش عارف ايه بيلبسوا الملابس دي ماشي. الاربع افعال دول سهلين خالص كلهم يدوا معنى واحد ما عدا بيت يهزم. فهنا وين يفوز او يكسب. جين برضو يكسب او ايه او يفوز. ايرن برضو يكسب او يفوز. لكن المشكله بقى وين تيجي مع الحاجات المحسوسه يعني يفوز بماتش بميداليه بجائزه بسباق بمنافسه بلعبه بانتخابات الكشنز يعني انتخابات ترجموها عشان الترجمه. اما بيت اللي هي التانية دي معناها لا مش بيت لا بيت خفيفة علشان البي خفيفة. بيت يعني يهزم او يتغلب على شخص او فريق. ان اقول مثلا
غانا مثلا بيت ايجيبت غلبت ايه مصر يعني، مش غانا ولا جنوب افريقيا اللي هزمتنا. المهم ان ايه، تجيب فلان هزم فلان، يعني تجيب الشخصين زي كده. انجلندا محتاجه ان هي تهزم المانيا عشان تفوز بالفاينل، فيغلب فريق او يغلب شخص. اما بقى الاتنين التانيين، طبعا جين، الدور على جين اللي هي يكسب، جين يكسب معلومة او يكسب خبرة او يزداد في الوزن او في السرعة، كل دي تيجي مع جين. فبيقول لي جين اهو يكسب يحصل على شيء معنوي، خبرة وزن سرعة شهرة، فبيقول لي اكسبيرينس او ويت وزن او سبيد سرعة او فيم شهرة، بس هي دايما تيجي مع المعلومات. يعني جين a lot of information knowledge، المعرفة كده يعني. ايرني بقى حاجتين، الفلوس ولقمة عيشه، فبيقول لي money او living، الفلوس او لقمة عيشه. تمام. publish طبعا يعني ينشر، وسبريد يعني ينشر، وبريفيل يعني يسود، يعني الحاجة تسود او تنتشر برضو. المهم بقى publish دي ينشر كتاب او مجلة، وهي دي اللي خاصة بينا في الشغل. اما سبريد مش ينشر بقى، هيبقى معناها ينتشر، تيجي مع الامراض او مع الشائعات. تمام. بريفيل اللي هي تدي معنى يسود او يعم، الحاجة دي ساد، العدل ساد، الظلم ساد، وهكذا يعني. ورك وجوب وكارير وبروفيشنال احنا قلنا هنوضحهم. طبعا ورك ده اسم لا يعد كلمة عموما، اما العمل يعني ممكن اقول بابا فين، بابا في الورك، في الشغل. تمام. طب انت رايح فين؟ رايح الورك، رايح الشغل. تمام. فاسم لا يعد يعني بدأت الشغل لما كان عندي كذا مثلا. تمام. طيب الكلمة التانية جوب اللي هي اسم يعد بقى وظيفة، فطبعا بيقول لي على جوب. هنا جايب ورك استنفع اعمال ادبية، اعمال نجيب محفوظ مش عارف ايه، بنستخدمها في الوحده 13 دايما لما تيجي 13. طيب جوب بقى اللي هي ايه، اللي هي وظيفه انت بتبحث عنها او بتتقدم ليها يعني، او بتجيلك، فانت بتبقى فرحان ومبسوط. كارير بقى اللي هي المهنه العمليه للفرد، ان فلان بيشتغلها طول الوقت، يعني كونك هتختار الكارير بتاعتك ده حاجه صعبه، قرار صعب يعني. بروفيشن دي مهنة تحتاج لمؤهلات زي التدريس، زي الدكتور، زي ده، مش سهلة دي بقى، ده لازم يكون ايه معاه مؤهل علشان يعرف يشتغل في البروفيشن دي. تمام. طيب برضو كمالتهم جايب هنا انسيست اون وانسيست ذات، طبعا دي واضحة خالص، اون بعدها الفيرب ان جي زي ما اتفقنا، لكن ذات عموما بتاخد بعدها جملة، يصر على فعل وفعل، جملة اللي هي الفعل وفعل. بعدين زي زائد صفة، طبعا معروفة ان بور يعني فقير، لكن ذا بور الفقراء، الفقراء عموما، طول يعني طويل، طب ذا طول الطوال وانت ماشي بقى. بريزنت دي هدية ممكن بقى تجيلك في عيد ميلادك، تجيلك في حفل زفافك كده يعني. اما برايز دي جايزة انت بتاخدها بناء على تفوق او على تمرين او على سباق انت فزت بيه، حاجة كده يعني. ريوارد دي مكافأة، مكافأة بقى انت بتاخدها برضو بناء على انك مجتهد في حاجة معينة في شغلك، في البنك، في مجتهد في المكتب كده يعني. تمام. مكافأة بناء على اجتهاد. تمام. اورد اللي هي المنحة، لا المنحة دي بقى دي حاجة انت بتاخدها قدام الناس يعني على العلن، مش قدام يعني، ممكن المكافأة دي مع نفسك، لكن الاورد دي بقى حاجة بتاخدها قدام الناس كلها. محمد صلاح استلم الاورد، المنحة، الجايزة قدام الكل بقى باحتفالية وكده. ريسبكتد وريسبكتفول هو جاب اتنين احنا زودنا لهم واحدة. طبعا الفعل ريسبكت بس اللي هو يحترم، ريسبكتد محترم، يحترمه الناس بسبب القيمه او الاداء، ريسبكتد يحيي حقي، از ريسبكتد وصف بها شخص زي ما اتفقنا. تمام. اما ريسبكتفول احنا قلنا يظهر الاحترام، فالاطفال ينبغي ان يكونوا ريسبكتفول، محترمين مع الكبار يعني. تمام. دبلومات وبوليتيشن، ده الدبلومات اللي هو الشخص السياسي اللي بيمثل بلده خارج بلده، يعني هو بيمثل بلده في مكان تاني، في منظمه، حاجه بره البلد. اما البوليتيشن السياسي ده جزء بقى ايه جوه البلد، وهو دايما بيعمل في البوليتكس او في الانتخابات او كده، او في الاعمال السياسيه. هنا بقى جمل اللي بيقول لي تشيك، يعني بيدربني على دو وميك وكده. فمثلا هنا في كلمه فيفور يبقى هناخد دو، هنا بروفيت ربح يبقى هناخد لها ميد، هنا تشويز اختيار يبقى هناخد لها ميك برضو، هنا ريسيرش بحث يبقى هناخد لها دو كده يعني، بروميز يبقى تاخد ميد يعني، طبعا الجدول اللي احنا شفناه وراح، مش حاجة صعبة يعني. هنا بقى التدريب على الأربعة دول بيقول لي إيه بقى، ويز نيو باللاعبين الجداد الفريق بتاعنا قدر إن هو بي تاف 1 2 نقط، حد إن هو 2. هنا بقى بيقول لي إيه باللاعبين الجداد الفريق بيجي حاجة صعبة إن هي تتهزم بيت يعني. تمام. بعدين ذا ديسيز المرض، المرض عايز يقول انتشر، يبقى هناخد
سبريد انتشر رابيدلي بطريقه سيئه والعياذ بالله ان بور اريا في منطقه فقيره. ذا بوليس اوفرد، البوليس عرض بقى ايه، عرض ايه، عرض اكيد مكافاه بقى، مكافاه تمام. اتس ساد ذات، من الحزين انه سو ميني يونج بيبل ار ان ايبل، مش قادرين يلاقوا ايه بقى، يلاقوا جوبز بقى، يلاقوا وظايف الايام ديه. الميني يونج بيبل دونت بي، ما بيدفعوش انتباههم قوي للسوسايتيز ايه بقى، للسوسايتيز كاستمز، العادات الايه، لعادات المجتمع وتقاليده تمام. يلا ندخل على الحل. اول جمله بيقول لي ايرلي بلاك اند واي فوتوز، الصور القديمه دي شو بيقول، بتبين للناس ايه النقط كلوز، طبعا في اولد فاشن، في ملابس قديمه. بعدين بيقول اذا صن الشمس از ات ات از سترونجست، الجمله دي حليناها وشرحتها عشان كده ما بدققش عليها، طبعا في الميد دي. اي دونت ريلي هاف ان نقط دورينج هوليدايز، طبعا روتين. الراجل بيقول لي انا ما عنديش روتين اثناء الاجازه، اصحى براحتي، انام براحتي، ما انا ما عنديش شغل بقى. طيب ريد تيب دي ايه؟ روتين حكومي. روتين حكومي لما تيجي تطلع بطاقه لازم تختمها من المدرسه ومش عارف وتروح تعملها مش عارف ايه، خطوات. سيستم نظام والاستراحه. ماي فريند وان ابرايز، صاحبي فاز بجائزه ان ا نقط كومبيتيشن، طبعا برضو اتكلمنا عنها باوتري. اي سنت ان ايميل، بعت ايميل مع اتنين اتاتشمنتس برضو قلناها. زي اوثر، المؤلف بتاع الكتب دي ناجح، يبقى محتاج ايه، محتاج بابليشر، ناشر، برضو شرحناها في الفيديو. بعدين هنكبرها علشان نشوف. I really enjoyed this book، انا استمتعت بالكتاب ده. It's written in a very simple style، برضو حليناه ولا نسيته ولا ايه. يحيى حقي came from a poor district، من منطقة طبعا. My brother اخي wants to be a lawyer، عايز يبقى محامي. When he graduates، لما تخرج. So he is studying نقط at university، بيدرس ايه، طالما هو عايز يبقى lawyer يبقى بيدرس law، القانون. مجدي يعقوب was one of the first heart transplant، اكيد ايه بقى، بايونيرز، واحد من رواد، رواد عملية نقل الأعضاء. ماي جراند فازر أو إن ماي جراند فازرز فيليج، حليناها طبعا، اللي هي الكاستومز، الناس كانت في عادة إيه؟ في عادة ال في القرى بتاعت جده كان بيعملوا العادات وكده. أليس كونسن إز ديسابل، معاق، ليه بقى؟ لأن قلنا مش قادر يمشي كويس. هاف يو نوت أن أرانجمنتس، أهي دي ما حليناهاش طبعا، هتاخد ميد علشان كلمة أرانجمنتس الترتيبات، لما تاخد ميد. I can go because I have go to نقط the washing up، ده عمل جهد عايز دو. You have نقط two mistakes، أخطاء، يبقى تاخد ميد. علي نقط good job when he made the new table، job دي تاخد دو، يبقى did، الراجل أدى، أدى مهمتين أو وظيفتين. My sister loves clothes، أخته بتحب الملابس. And buys very نقط dresses، طبعا طالما بتحب الملابس يبقى fashionable، حليناها. يحيى حقي فيرست جوب ووز، وظيفته الاولى كان طبعا اللوير، المحامي. الشخص اللي هو برودكتس بوكس نيوز بيبر وماجازينز، اللي المنتجات بتاعته كده، الببلشر، الناشر، ولا الصحفي، ولا الكاتب، ولا المحرر. طبعا الناس هترجري على المحرر، لا، الناشر اللي بيعمل ده كله. المحرر ده بيحرر حاجه واحده، ما بيحررش كل ده، انما اللي كل ده بيمر على مين، على الراجل الناشر تمام. ماي بيرنتس، والديا جيف مي، ادوني ايه بقى من القصص، طبعا كولكشن، مجموعه من القصص. يحيى حقي كان امبورتنت 20th century رايتر، كان كاتب، كاتب في القرن العشرين. ماذر عندها بليف، حليناها. اولزو نوال هاز على الرغم من ان نوال عندها طبعا عندها ديسابيلتي، نوال كان عندها اعاقه، لكن فيري جود ات سبورتس، كويسه. My friend and I، صاحبي وانا، are going to enter، هنخش athletic، طبعا حليناها competition، مسابقة. Scientists، العلماء، are paid to نقط new medicines، العلماء بيدفع لهم لكي develop، يطوروا أدوية جديدة. On average، اللي احنا حليناها على رقم 2. دكتورز، الدكاترة والنيرسس والممرضات بيشتغلوا 18 ساعة without، بدون طبعا بريك، راحة أو فسحة، برضو اتكلمنا عنها ورا. I left the party، سبت الحفلة because the loud music، بسبب الموسيقى العالية. Was not me a headache، طبعا headache صداع، يبقى بتاخد الفعل give قبلها، يبقى giving me a headache، بسبب ان هي بتسبب لي ايه، صداع. Why do you own I-N-G، يبقى insist، حليناها ورا.
My father is keen on. keen on معناها متحمس ليه، يكون قبلها verb to be وبعدها ing. taking a look يلقي نظرة، يعني ياخد نظرة على المين نقط. and the international news والأخبار every day، يبقى كده بيتكلم على ايه؟ على ال national ولا ال nationality ولا ال nationalistic ولا ال native. طبعا ال national and the international عشان تبقى هي وعكسها، تمام؟ الأخبار العالمية والمحلية. according to the newspaper طبقا للجرايد نقط. the victim الضحية ماتت بجرح أو جرح سكين، يعني بغزة سكين. يعني يبقى ايه اللي قال كده في الجرايد؟ الريجارد ولا حساب الجرايد ولا اعتبار الجرايد ولا قرار الجرايد ولا تقرير؟ ريبورت. ريبورت التقرير بتاع الجرايد. فهمي جوت هيز حليناها. طبعا الراجل حصل على الكمبيتيتيف بيرسوناليتي، الشخصيه التنافسيه بتاعته، من والده اللي كان جريت اسليت رياضي عظيم. اي ام ا جريت بليفر برضو حليناها. منا تشيكس روتينلي اللي احنا حليناها برضو، قلنا هي دي كلهم سلبي ودي ايجابي لو انتوا فاكرين، لسه حليناها حالا. شيز بنت موست اوف هير نوت وركينج ان انديا. طبعا هنا الكلام على كارير، معظم الكارير بتاعتها الحياه العمليه بتاعتها شغاله في الهند. The internet gives you بيديك الاوبورتونيتي الفرصه to know people from different cultures. النت بيعرفك على ناس من ثقافات مختلفه. He wrote a book كتب كتاب عن النقط. He got during his trips in Africa. يبقى الاكسبيرينسز بتاعته، الخبرات بتاعته. My sister is studying the German language. لا نسينا واحده، مستر عصام. نقط from عين شمس يونيفرستي، يبقى الراجل جراديويت، تخرج، تخرج من جامعه عين شمس. My sister بتدرس، يبقى بتدرس ايه بقى؟ literature اللي هو الادب، يعني كل الحاجات الادب الالماني. حقي developed a new style، طور اسلوب جديد من الكتابه، which is not today respected، الذي يحترم هذه الايام. The novels الروايات of نجيب محفوظ reflect the values، تنعكس على قيم الايجيبشن، طبعا society على المجتمع المصري برضو جاوبناها. Everyone نقط محمد صلاح in his campaign for fighting drugs. كل الناس بتشجع محمد صلاح او بتدعم محمد صلاح في حملته ضد او في ضد المخدرات او ضد المخدرات يعني او العقاقير. فطبعا سبورت اللي هي يدعم او يساند، مش يترك ولا يسمح ولا يعطي. الهوتيل هاز امبروفد الفاشيليتيز، الفندق طور التسهيلات لمين يا ترى؟ زي ار نيو ليفتس اند ويلتشيرز، في بقى سانسيرات وفي كراسي متحركه، يبقى كده بيتكلم على الديسابل، على المعاقين، عشان الكراسي المتحركه اللي هي الويل تشير دي اللي هي الكرسي بعجل. ذا مينسترز مين اوبجكتيف از تو، الموضوع الاساسي بالنسبه للوزير ان هو نقط educational systems، يبقى الراجل عاوز امبروف، يحسن، يحسن النظام التعليمي. The restaurant المطعم is now under new نقط، تحت ايه جديد؟ and it's making great profits، وبيعمل ارباح كويسة. management ادارة جديدة ولا settlement استقرار ولا توطيد او ترسيخ ولا organization منظمة جديدة؟ طبعا management، مش تحت ترسيخ، management تحت ادارة جديدة عشان كده بيعمل ارباح كويسة. soldiers الجنود بتاعت الجيش are trained تدربوا كويس ان هم يعتادوا على نقط orders، طبعا اكيد obeying يطيع، يطيع الاوامر، تمام؟ مش لا يطيع ولا يرفض ولا يوافق. many women نساء كتير have a pendant they are نقط rule as wife كزوجة and كأم because of work بسبب العمل. هجروا، هجروا ايه بقى؟ هجروا عايز يقول لي دورهم الكذا التقليدي يعني كزوجة وكأم بسبب ان هما مشغولين بالعمل، يبقى عشان كده هياخد ايه؟ هياخد traditional، تركوا ان هما هاجروا، الفعل abandoned يعني يهجر، هاجروا دورهم التقليدي كأم وكزوجة، يعني اهملوا في زوجهم واهملوا في عيالهم بسبب العمل. لو جينا للبدائل فيك يعني مزيف وانيوجوال غير عادي وايميتيتيف تساوي فيك برضو مزيف او تقليدي. The boy الولد is wrapping نقط for his mother on her birthday.
لف ايه يا ترى الام في عيد ميلادها؟ قلنا طالما بيرث داي يبقى انت بتجري على مين؟ على بريزنت اللي هي هديه. بعدين يونس از ا ريجولار نقط اوف ذا شوب، يبقى يونس على طول طالما بيقول لي في المحل وبيحب يشتري من هنا يبقى يونس ايه؟ كاستمر. كاستمر اللي هو الزبون الاخيره، كاستمر الاخيره. اخره ايه؟ لا كاستمر اللي هي سي سي سوري. بعدين ما دي كاستوم عادة بقى، وكونسوميور، ودي الكوستيومر. شفت اللخبطة لما الكلمات شبه بعضها؟ ريجولار طبعا احنا قلنا هناخد سي اللي هي كاستومر زبون، كونسيومر ده مستهلك مستهلك، وكوستيومر دي اللي فيها تي دي ما فيهاش تي، دي اللي هي ايه اللي هي خدناها من كوستوم زي اللي احنا شرحناها في اول وحده اللي هي تدي معنى خياط هنا عشان الاي ار يعني. The knot of this charity دي حليناها اللي هي الاستابلشمنت تأسيس أو ترسيخ المنظمة دي. His artistic style أسلوبه الارتستيك ده الفني has not considerably اتطور يعني ولا اتعمل إيه باعتباره since she began studying with us منذ أن بدأت تدرس معنا، يبقى طبعا developed تطور تدريجيا. He had to buy a lot of different numbers of magazines، بيشتري مجلات كتيرة وعدات كتيرة من المجلات المختلفة. To not his research، research بتاخد دو، يبقى الراجل ايه؟ دو research يقوم ببحث. The new film، الفيلم الجديد. نقط The young man، young man اللي هو المخرج بتاع الفيلم يعني واحد من افضل الدايركتورز في الكونتري، يبقى established رسخه وطده مش اسسه ولا ابداه ولا بناه. Soldiers الجنود retraining from the war راجعين من الحرب قريبا. نقط the disease through most of the region يعني عاوز يقول المرض انتشر في معظم الريجن المنطقة، طالما الجنود رجعوا من الحرب فرجعوا مصابين يبقى اكيد هم عملوا سبريد انتشار للمرض. The knot of vaccines حلناها بتاعت المصلات دي، قلنا development تنمية المصلات دي يمنع الامراض. Three scientists from Europe، ثلاث علماء من اوروبا. Shared the Nobel معروفة بقى نوبل، يبقى نوبل ايه؟ نوبل برايز، جايزة نوبل. People living in towns، ناس اللي عايشة في المدن. Are not happy، happy تاخد بعدها حرف الجر with، قرناها في الايديامز والاكسبريشن لو انتوا فاكرين قلت لكم بصوا على دي. The windows الشبابيك of the building بتاعت المبنى دي are not of the houses built during the last century، يبقى عاوز يقول لي ان هي ايه؟ ان هي typical بالظبط زي اللي اتبنت مش عارف في القرن الماضي. I not a promise، طبعا اتفقنا ان promise بتاخد make، يبقى هنا هنختار ميد. The player has decided to give not football as the end of في نهاية الموسم، يبقى الراجل قاعد تاخد ده كله تمام، بس هو عايز ايه فيهم بالظبط بقى؟ طبعا give up ان هو يقلع عن او يتخلى عن الكرة علشان في نهاية الموسم، مش معقول هيوزع بقى ولا. My teacher advised me، نصحني to take a نقط بريك، طبعا التعبير ده عارفينه اللي هو بتاع 10 minutes، هنا هاخد 10 minutes بس بريك علشان قلنا كلمة minute لو جاء قبلها عدد وبعدها اسم يبقى لا يضاف لها اسم، مش minute بس اي لفظ وقت يعني second ثانية hour ساعة day يوم week اسبوع year سنة بنفس الطريقة. Writer's work as a diplomat، عمل الكاتب كراجل دبلوماسي. نقط هم يبقى استابلش دي هم هنا المفروض بقى، فطبعا ما جابش استابلش دي، يبقى هو عاوز يقول اداله خبره، فاداله خبره بنختار لها ايه؟ طبعا جيف هيم اكسبيرينس. ميني بيبول ار ستيل فوند اوف يعني مغرم بيه، وتاخد بعدها الاي ان جي، ناس كتيره ما زالت مغرمه بالساينس نقط فيكشن، يا ترى فيكشن ولا فيكشن دي ولا فاكشن دي؟ طبعا فيكشن، ساينس فيكشن اللي هي الخيال العلمي. معظم قصص نجيب محفوظ او الروايات بتاعته طبعا ميد انتو، قرينا التعبير وقلناه ميد انتو نوفلز اتعملت لفيلمز افلام. نجيب محفوظ ولا نبوية موسى دي لعبة بايونيرينج اللي احنا قلنا عليها بقى، دور ريادي. She graduated modern languages and now works as an interpreter، مترجمة. Graduate تاخد وز؟ لا يبقى وز بره. For لا يبقى فور بره. ات لا ان ايوه وفروم جرادويت فروم وجرادويت
ان وجرادويت اوف، هو جاب واحده اللي هي ان خلاص يبقى هي عشان جه بعدها اللغات. تمام. ماي فازر يوزد تو ليت مي، بابا اعتاد ان هو يسيبني نقط هيم تشيس، يسيبني اغلبه في الشطرنج. سو از هي هيلب مي لايك ات، عشان يساعدني احب اللعبه دي واتسلى بيها. طبعا يبقى بيت، ساعدني ان انا بيت اهزمه في الشطرنج. يحيى حقي جرادويتد ان لو، اتخرج الراجل في القانون. اند وركت فور تايم، وعمل از ا، طالما قانوني يبقى الراجل اشتغل لوير، محامي. دكتور زويل اكتر من ان هو فائز بجائزه نوبل، لا هو بايونير رائد، حليناها. زي هاف جاست ريسيفد ذس فوتو از ان ايميل اتاتشمنت، حليناها. ماي ديلي روتين، حليناها برضو. اي ريلي ادماير، انا معجب بتشارلز ديكنز الكاتب الانجليزي كراجل روائي، از هيز رايتنج، لان الكتابه بتاعته نقط ان از يونيك، يعني فريده. الكتابه بتاعته نوع فريد من نوعه، يعني عاوز يقول كده. فطبعا يبقى هنا ايه الفريد؟ الستايل، اسلوب الكتابه بتاعه. انوات از ا بيرسون، الشخص هو ريبريزنتيف اللي بيمثل البلد بتاعه الاوفر ذا وورلد في جميع انحاء العالم. طبعا ده الدبلوماسي، فين الدبلوماسي؟ الدبلومات، ماشي؟ مش الممثل بقى ولا الموسيقار ولا الصحفي. دكتورز اند نيرسز، الدكاتره والممرضات. بيلونج تو ذا ميديكال، ينتموا الى الميديكال. نقط بروفيشن، هنا بقى لمهنه الطب او المهنه الطبيه. The company، الشركة بعتت التقرير عن ايميل، يبقى اتاتشمنت على طول. تمام. هنقفل الفيديو ده ونكمل الجرامر في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.